اهلا بحضراتكم من جديد. طيب هسألك سؤال يا سيف، لو في تايكوندو في النادي الاهلي تلعب في النادي الاهلي؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني انا ممكن استغل وجودي مع حضرتك ووجودي في قناه النادي الاهلي، وان انا احب اوصل صوتي لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، ان فعلا وجود التايكوندو في النادي الاهلي حاجه مهمه جدا، حاجه هتفرق فعلا. يمكن يعني التايكوندو 2016 جاب ميداليه في الاولمبياد، 2020 ميداليتين في الاولمبياد، فالتايكوندو لعبه بقت شعبيه دلوقتي. يمكن وجودها في النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي فعلا هيأثر على رياضه التايكوندو عامه، وجماهير النادي الاهلي اكيد تحب تفرح في الاولمبياد بالظبط، بالذات ان لعبه التايكوندو ما شاء الله الفتره اللي فاتت فعلا بتحقق انجازات كويسه. فطبعا انا الاول بيتي نادي الصيد، طبعا نادي صيد الدقي بلعب فيه من وانا صغير، ويعني نادي كبير طبعاً. وانا شرف ليا ان انا العب فيه، ولكن طبعا النادي الاهلي ما حدش يتاخر عليه طبعا بعد اذني. انا اهلاوي طبعا، بعد اذني طبعا النادي بتاعي، بس ما حدش يتاخر على النادي الاهلي، يعني نادي عظيم. يعني انت طبعا يعني نفسك ترتدي القميص، انت حتى قلت تصريح حلو لما رجعت، قلت وانا في المطار انا حاسس ان هم بيستقبلوا النادي الاهلي طبعاً. مش بيستقبلوني طبعاً. صح والله، يعني حتى روح النادي الاهلي جواك وانت حتى ما بتلعبش النادي الاهلي. النادي الاهلي حاجه عظيمه يعني فعلا. بتشوف يعني ماتشات الكوره؟ الدوري المصري متابع. الدوري المصري يعني دوريات اوروبيه مش قوي. لا ما الدوري المصري عشان الاهلي طبعا. الدوري المصري يعني ماتشات الاهلي بتتابعها طبعا، وماتشات افريقيا بتقعد تتفرج ده كده افريقيا وكاس عالم الانديه ده اكيد اكيد اكيد. يعني انت طبعا تشرف اي مكان، ربنا يبارك لك. اكيد لو في تايكوندو في النادي الاهلي اكيد انت هتبقى يعني رقم واحد، واحنا عاملين لك مفاجاه على فكره في الاخر، بس خلينا هتبقى في اخر فقره في الحلقه، بس دي مفاجاه ليك يعني.